الشعب يريد إسقاط النظام. كان جادا في محاربته للإرهاب فليتوجه شرقا إلى طهران وليسقط هذا النظام الفاشي، وستجد أن كل هذه الميليشيات المسلحة الإرهابية ستذوب وتختفي عن فكرة أبيها. لابد لهذا الجهد الجماعي أن يسعى إلى محاصرة نظام الملالي على مستوى دولي رفيع، أن نسعى إلى محاصرتها في الأمم المتحدة، أن نسعى إلى إدانتها بما ترتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أن نسعى إلى طردها من منظمة التعاون الإسلامي. على كل دول العالم، الدول العربية والأوروبية والغربية، أن تتوقف عن التعامل مع نظام الملالي في طهران، أن تتوقف عن التعامل معه سياسياً واقتصادياً وثقافياً، حتى يكون هناك تغيير حقيقي من أجل الديمقراطية ومن أجل الحرية ومن أجل العيش والتعايش المشترك السليم الذي يقوم على احترام الحقوق الجميع. وطالما أن هدفنا واحد ومعركتنا معكم هي معركة واحدة، فأنا أدعو من هذا المنبر إلى تأسيس جبهة مشتركة مع مجلس المقاومة الإيرانية، هدفه وضع الخطط والرؤى وتنسيق التحركات من أجل الإطاحة بهذا النظام الفاشي. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط